ميرسي، شكرا جزيلا، الف شكر، مساء الخير، شكرا جزيلا، الف شكر، شكرا جزيلا. نبتدي حلقتنا، بس هنبتديها بفكره صغيره كده، طريقه جبناها من الزمالك، يعني منطقه الزمالك. كان في مواطن عادي في نهايه الخمسينات كان بيشتغل في الاخبار، موظف، وبعدين قرر ان هو مش حابب الوظيفه، قرر انه الوظيفه دي ما تناسبوش، مش حاببها، ولقى حلم حياته انه يعمل مكتبه، حتى ولو كانت مكتبه صغيره. المكتبه الصغيره بكره تكبر، حبه للكتب وحبه للناس اللي بتقرا كمان هيكبر. وعمل المكتبه، وناس تروح وناس تيجي، وسنين تروح وسنين تيجي، سنين طويله، ومكتبته بقت مشهوره جدا في المنطقه اللي هو فيها، لحد ما توفى من فتره قريبه. كل واحد يدخل المكتبه ويعرف انه مسيو رمزي اتوفى، يقوم كاتب له جواب. كل اللي ترددوا على المكتبه وهم شباب وهم كبار او وهم معاهم ولادهم الصغيرين، بقوا يكتبوا جوابات محبه لراجل عمل اللي هو بيحبه باتقان واخلاص. كانت بتحبه جدا جدا، وانا يعني ذهلت من الحب الكتير قوي ده. في ناس كانت ما كانتش عارفه انه توفى، فلما دخلت ولقيت الصوره ففجاه عيطوا، ويعني كانت واحده ست ومعاها ابنها، فمسكت ابنها وحضنته، عيطت جامد جدا قد ايه الناس بتحبه. في واحده ست تانية كانت زيها متعوده كل يوم الصبح بتقول له صباح الخير، فدخلت تقول للصوره صباح الخير. عمرك شفتي حد عنده مكتبة بس بيحب قد كده أدواته المكتبية، وعامل مع الأدوات المكتبية دي علاقة، ويعرفك تاخدي إيه وما تاخديش إيه، هو اللي يقترح عليكي؟ Specifically to see هنبتدي حلقتنا النهاردة وفيها موضوعات مختلفة ومتنوعة بعد الفاصل.
فكرة مستوحاة من أحداث حقيقية؟ بطل حقيقي دوات مجنون جاي من مصر وبيقول عايز ألعب تايكون. الناس ركزت معاك. ماشي وعقلي مبين. حب من غير سبب قلة أدب. لا جننتيني يا بنية. أنا كنت فهمتنا كده من روح. مفيش فلوس ومفيش مستقبل ومفيش سجاير. على الاخر يسامحك قدام. عايزه تشيل حد فيك تكرم. انا ما حدش عارفني بوش. رحله كوريا دي فرقت معاك تماما جدا جدا. بقيت واحد تاني. مين اللي اعترف بحبه الاول، انت ولا منى؟ مش هينفع اللي انت بتقولي ده. موجود في قاعه المشاهير في كوريا الجنوبيه كاحد اعظم من مارسوا لعبه التايكوندو في تاريخ العالم.